حضراتكم والشركات الإسلامية البيئة الاستثمارية هي مكونة من مجموعة قطاعات، هي ليست مقتصرة فقط على هيئة الاستثمار أو على جانب معين من الاستثمار. نحن نحتاج إلى نظام مصرفي متطور لكي يضمن نقل الأموال وكي يضمن التمويل بشكل صحيح. نحتاج إلى بيئة أمنية، نحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة، نحتاج إلى عمل دؤوب من القطاعات، من الدوائر القطاعية المختلفة. يعني تعرف الاستثمار هو من قطاعات مختلفة، مثل نقول الاستثمار الزراعي، الاستثمار الصناعي، الاستثمار العقاري السكني. لذلك يجب أن تكون هناك يعني تعاون مشترك من جميع هذه القطاعات لكي نوفر البيئة الآمنة لدخول الاستثمار. البيئة الأمنية، متى ما توفرت البيئة الأمنية اطمأن المستثمر لأمواله ولتنفيذ مشاريعه الموكلة إليه. والجانب الآخر المهم لا يقل أهمية عن البيئة الأمنية، توفير الأمن، إقرار القوانين، قوانين لتخدم الاستثمار وتهيئ ظروف الاستثمار وتحمي المستثمر. بصراحة لا يجوز أنه يأتي مستثمر ولا يطمئن المستثمر أن يأتي وهناك فوضى عارمة ومن يطالبه بابتزاز ومن يطالبه بدفع رشا له. هذه الأمور متواجدين في هذا السوق العراقي.